إذن السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى قبل ما نبدأ في الكلام ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وملتزمين بالحجر المنزلي، إذن بالصالح ديالكم وبالصالح ديالنا إن شاء الله، الله يطول في عمركم ويخلي لكم بيتكم وعائلتكم. إذن اليوم غادي نناقشوا الجزء الثالث ديال الجلابة، ولكن خاصة ديال أخذ المقاسات بالنسبة لنا الكابيش ماروكان أو القب المغربي. إذن هناك بعض الأخطاء أخطاء شائعة بالنسبة للأخوات المبتدئات في الخياطة، يعني في أخذ المقاسات، كيفاش يكون الجسم، يعني واش منحني، واش الكتف طايحين ولا. هذا الشيء اللي غادي تلقاو في هذا الفيديو إن شاء الله، اللي خدمت معكم ببانت كما كنقول ديال الدراري الصغار. اذا ابتكرنا هذا الاسلوب هذا واجتهدت فيه باش نشرح لكم، وهذه فرصه يعني باش يكون عندنا تنوع في الدروس ان شاء الله. ونتمنى يعني تكملوا الفيديو حتى الاخر الفيديو ان شاء الله، لان فيه موضوع اللي هو جد جد شيق واللي غادي يكون معك في المستقبل، يعني في المقاسات باش يمكن لك تركزي مزيان اش منو كتاخدي من المقاسات وكيفاش كتاخديهم، يعني ما كنتبهوش لهاد الاخطاء الشائعه، يعني اللي هي يمكن ليها تعطينا الخطا في الجلابه او في الفستان او في القفطان او في اي لباس اخر، يعني كيفاش الكروكي كناخدو له العبار ديالو من جميع الجوانب وكنراقبو الجسم ديالنا واش مايل ولا ما مايلش. اذا كما قلت لكم كنتمنوا باش تكملوا الفيديو حتى الاخر الفيديو ان شاء الله، لان فيه موضوع مهم ومهم على ما اعتقد، ونتمنى يوفقني الله في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. اذا في اخر الفيديو غادي تلقاو الجزء الاول والجزء الثاني، يعني ما عليك الا الضغط عليه وغادي يديك الفيديو ديال الجزء الاول والثاني، ريتما ما درت قائمة تشغيل أي بلاي ليست، يعني باش تلقاو فيهم هاد الدروس ديال الحجر المنزلي اللي سميتها بالحجر المنزلي. إذا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنشكركم جزيل الشكر على التعليق الجميلة وعلى اللايك وعلى كل شيء وعلى الصداقة والمحبة اللي بيناتنا. نتمنى يا ربي تدوم إلى آخر العمر إن شاء الله. اذا كما قلت لكم غادي ندوزو مباشره للشرح باش ما نطولش عليكم، يعني باش تشوفوا كيفاش اخذ المقاسات الصحيحيه للكابيش او لغير الكابيش. المهم من هنا في هذا الموضوع غادي يبان لكم شكون هو كيفاش اخذ المقاسات الحقيقيه، وكنعتقد بان هذا الفيديو ديالي على ما اعتقد، اذا ديما على ما اعتقد انه حصري، ولكن ما غاديش نكتبها في العنوان نظرا لميثاق شرف والمبدا ديالي والاخلاق ديالي. واخا يكون حصري اون سي جامي يكون دايرو شي واحد، انا ما اعتقد يكون دايرو شي واحد ونقول حصري لا، ولكن باش تبقى المصداقيه والبصمه معاكم اخلاق مبادئ، يعني ان شاء الله يكون حصري. اذا ندخلوا للموضوع ديالنا. اذا شكرا جزيلا لكم، اذا تفضلوا وحضروا معايا عقلكم وركزوا معايا مزيان. اذا الموضوع ديالنا هو القب على هذا الشكل، هذا طايح كما كتشوفوا، حنا ما بغيناش طايح، غادي يجينا واقف ما يجيناش بحال هذا. هذا كاين اللي كيعشقوا فيه الجماليه، اذا هذا كنسميوه في المغرب كابيشو درابي، كابيش القب درابي في المملكة المغربية. اذا عندو العشاق ديالو، نصنعو القب ونوازيوه مع القفا والامام، كيفاش غادي يجينا موازي مع هذا ومع هذا، مع الخلف ومع الامام، مع القفا ومع الرقبة، باش يجينا في المقاسات مضبوط على الشكل المرغوب فيه، ما يجيناش لا طويل لا قصير. اذا هنايا اليوم غادي ندرسو كيفيه اخذ المقاس للزبونه وطريقه اخذ المقاس. غادي نعطيكم لي كروكي، يعني رسومات الانسانيه ديال المراه، وعندنا حتى ديال الراجل. اذا ناخذ الرسم الثاني ونحكيو عليه. هنايا الصوره واضحه لكم، السيده رافعه يديها على هذا الشكل هذا،
شوفوا لاحظة رافعة يديها على هذا الشكل باش يجبد لنا لو كور ديالنا حركة رياضية. شنو المعمول؟ غادي ناخد ليها المقاس اللي مرغوب فيه من هنا للبطن او النقطة المحددة اللي طلبت الزبونة. اذا خديتها من الرقبة من هنايا الاخر نقطة اللي مطلوبة عندنا. اذا مثلا لقينا عند الزبونة 28 سنتيم، مثلا 28 سنتيم، اسمح 28 سنتيم او 30 سنتيم. اذا غادي نلعب 28 و30 سنتيم، باردون 30 سنتيم في الدرس ديالنا. اذا لاحظوا معايا هذا الجسم كيداير ديال هذه الصوره الهندسيه اللي قدامكم. هذه الصوره الهندسيه كما كتشوفوا كي دايره رافعه يديها. غادي ننتقلوا لاخذ المقاس عن طريق الخطأ. الا كنت يعني شديتي المقاس وما كانش الجسم واقف بهذه الطريقه ديال الحركه الرياضيه باش يعطيك المساحه الحقيقيه او المسافه الحقيقيه اللي غادي تاخدي فيها المقاس ديال القب ديالك ديال الكابوش. اذا هل يجوز اخذ المقاس بالطريقه ديال هذا الجسم اللي واقف بهذه الطريقه غير صحيحه؟ اذا لا يجوز، لان هنايا عندنا هنايا تجمع ونقص لنا 2 سنتيم. هنايا ملي يكون الجسم غير مستقيم على هذا الشكل وهذه الحركه غير بطريقه غير رياضيه عاديه كالطريقه المعتاده، لا يجوز اخذ المقاسات بهذه الطريقه هذه. اذا في هذه العلامه اللي حددت لكم بالاحمر تيكون انكماش وانطواء 2 سنتيم وما غاديش يعطينا المقاس الحقيقي اللي مرغوب فيه. اذا هذا لا يجوز. اذا على هذه الطريقه باش وقف الزبونه لا يجوز. اذا هنايا خطأ، لا يمكننا اخذ المقاس بهذه الطريقه هذه. اذا هناك طريقه ثانيه. اذا نفس الطريقه نفس الخطأ، رغم ان الحركة الرياضية كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، الا ان العمود الفقري مقوس على هذا الشكل كما كتشوفوا. لاحظوا معايا على هذا الشكل. اذا العمود الفقري ديالي مقوس على هذا الشكل، غادي يكون عندي نقص فاخذ المقاس ب2 سنتيم. اذا لا داعي لاستعمال اخذ المقاس بهذه الطريقه لانحناء ديال الكتف الايسر على هذا الشكل، غادي يسبب لي في نقص من سنتيمتراج او المليمتراج. هنا اذا هاد طريقه اخذ المقاس خطا، يعني خطا ما خصناش نستعملوا هاد الطريقه هذه على هذا الشكل. اذا اعطيتكم الشكل الاول الهندسي الصحيح والشكل الثاني الغير صحيح والشكل الثالث الغير صحيح، وهناك شكل ثاني اللي غادي نناقشه معكم الان. اذا هذا الخطأ الثالث اللي كيرتكبوا بعض الاخوات او التلميذات على هذا الشكل. اذا لاحظوا معايا هنايا عندي الظهر ديالي مقوس على هذا الشكل لان الحركه غير مستقيمه لاخذ المقاس الحقيقي، يعني كما تشوفوا. لاحظوا معايا اذا عندي هذا الخط عمود الفقري غير مستقيم، يعني مقوس على هذا الشكل ثم انحفر على هذا الشكل هذا. اذا اخذت المقاس سوف يكون مقاس غير حقيقي وغير صالح لي. اذا سوف يكون ناقص منه، يعني ناقص 2 سنتيم على الاقل، يعني على هذا الشكل هذا. اذا خطأ هذا بالنسبه لنا على هذا الشكل. وهذا الشكل هذا اذا عندنا ثلاثه الاخطاء. غادي ننتقلوا لاخذ المقاس الحقيقي بالطريقه الثانيه. اذا الطريقه الاولى وضحت لكم فيها العمليه، اذا غادي نوضح لكم اخذ المقاس بالطريقه الثانيه ان شاء الله. اذا كما كتلاحظوا الجسم ديالنا هذا على هذا الشكل هذا، اذا على هذا الشكل هذا
لاحظوا على هذا الشكل، اذا الجسم ديالنا مستقيم، ولكن بشرط يعني تكون اليد ديالي على هذا الشكل، هذا على هذا الشكل محطوطه في الخصر لا لين دو باسان هنا على هذا الشكل. لاحظوا معايا اليد اليسرى واليد اليمنى لانهم مستقيمين على شكل ممتاز وجيد، والدليل على هذا ان العمود الفقري غير مقوس، يعني ما مقوس ماشي مبوتي، يعني عادي. وفي اخذ المقاس بهذه الطريقه ليس للقب الكابيش زعما يعني، ولكن لجميع المقاسات ان يكون الجسم الزبون او الانسان مستقيم على هذا الشكل، غير منحني الكتف. انظروا الكتفين متساويين على هذا الشكل، هذا يعني الكتف اليمنى تشبه الكتف اليسرى، والاستقامة ديال هذه اليد على استقامة ديال هذه اليد بالطريقة بهذه. علاش استاذ بهذا البوزيسيون او بهذا الوضعية يعني ناخذ المقاس؟ لأن ملي كتحطي يديك على هذه الطريقة وعلى هذه الطريقة كيكون عندنا هذا متساوي، هذا متساويين لي زيبول هما اللي غادي يعطيونا النتيجة، وهما العبار ديالنا يعني في الجسم ديالنا. مثلا إلا خدينا على باردون سمحنا، إذا خدينا على هذا الشكل هذا التوازن ديال الكتفين يعني، ووسط هنايا على هذا الشكل غادي تعطينا يعني توازن ديال الانسان. اذا وخلقنا الارض ووضعنا الميزان، هنايا عندنا الميزان سبحان الله العظيم ما بين الكتفين والتوازن ديالنا على هذا الشكل هذا. اذا بالنسبه لنا لهذا المقاس على هذا الشكل، اذا من هنا لهنايا هو المقاس ديالنا الصحيح، والمطلوب هو ان يكون الكتف ديالنا على هاد الشكل ويدينا على هاد الشكل باش ناخذ المقاس ديالي الحقيقي. اذا خدينا ثلاثه المقاسات اللي هما خاطئين باش نوضح لكم، وهما يعني عدد كبير في الجسم ديالنا اللي كنوقفوا في الحركات البوزيسيون، الحركه ماشي هي هذيك اثناء اخذ المقاس بالضبط. اذا بالنسبه لنا وضحت لكم في ثلاثه يعني الاخطاء، وهي اخطاء عديده ومتكرره يعني عند المبتدئات وعند البنات اللي كيتعلموا المعلمين ما شاء الله عليهم. اذا وعطيتكم جوج طرق اللي هما مهمين في اخذ المقاس، وعندنا طريقه اخرى ولكن هي كتفصل ما بين 0.5 حتى السنتيم، يمكن لي نوريها لكم رغم انني نقدر كنت طولت عليكم في الفيديو. اذا نتوكلوا على الله. اذا في الطريقه الثالثه اللي هي صحيحه، ولكني ملي ناخذ العبار غادي تكون ناقصه عندي سنتيم واحد، هي دي على هذا الشكل. يعني العمود الفقري ديالنا واقف على هذا الشكل جيد ومتفق عليه. اذا بالنسبه لنا هنايا العمود الفقري مستقيم، ولكن الى لاحظنا اليدين مصرخيين يعني مرخيين مطلوقين على هذا الشكل. اذا اين هو المشكل؟ فين كاين المشكل استاذ؟ المشكل هو في لي زيبول طايحين على هذا الشكل هذا. لاحظوا معايا كي دايرين لي زيبول ديالنا. اذا الكتف غير مستقيم، غير مستقيم على هذا الشكل، يعني غادي يسبب ليا نقص ديال سنتيم واحد في اخذ المقاسات الحقيقيه. اذا لاحظوا معايا الكتف على هذا الشكل وعلى هذا الشكل هذا الشكل، اذا اليدين مستقيمين على هذا الشكل، اذا هذه اليد توازي هذه اليد. وهذه اخطاء شائعه عند بعض الاخوات المبتدئات المعلمين ما شاء الله عليهم، يعني عارفين اش كيديروا يعني وكيضبطوا العمل ديالهم. اذا انا كنوجه الكلام ديالي او الهدف ديالي هو الشرح بالدقة والتفاصيل، يعني ان شاء الله. اذا بالنسبة لنا الى كانوا الكتفين طايحين على هذا الشكل هذا، وملي غادي نبدا في الكتف ان شاء الله في الموديل ديالي غادي نشرحه كي شرحت لكم اخذ المقاس ديال القب، يعني ومشيت بعيد معكم في الشرح يعني وطولت عليكم وكنعتذر على الطوال هذا. اذا لانه هو حقيقة في اخذ المقاس ديال اي حاجة عندنا مواضيع ومواضيع ومواضيع يعني، ونقاش حاد
حتى كنضبطوا العمل ديالنا باش يكون العمل متقون. اذا باش تكون الغرزه متقونه كي كيقول الصانع والمعلم وسيدنا المعلمين. اذا بالنسبه لنا وضحت لكم بان هنايا العمود الفقري مستقيم، ولكن الكتفين غير مستقرين وهما عندهم انحناء شديد شديد شديد، لانه هبطنا اليدين بهذه الحركه. ملي كيطلعوا اليدين على هذه الحركه كيعطينا العمود الفقري عن طريقه الصحيح والصواب لاخذ المقاس الحقيقي. اذا بالنسبه لنا غادي نكتفي بهذا القدر ديال هذا الشرح هذا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس. اذا في الحلقه المجيه ان شاء الله مازال غادي نشرحوا القب، يمكن لنا نعملوا الطريقه الهندسيه او تصميم القب الكابيش ماروكان يعني، ويمكن لك تستخلص منه جميع لي كابيش او القب القبوبه يعني كما بغيتي يعني وتضبطوا. اذا بطريقه اخذ المقاس اتفقنا على 28 سنتيم و 30 سنتيم عقلو. اذا انا غادي جو بريفير كنفضل 30 سنتيم باش غادي نخدم ان شاء الله معكم في الدرس او الحلقه الرابعه. اذا هذه بالنسبه لنا الحلقه الثالثه كما كتشوفوا على هذا الشكل. اذا غادي نكتفي بهذا القدر هذا ان شاء الله، وفي الحلقه المجيه غادي نناقشوا التصميم ديال القب باذن الله. اذا في الاخر الفيديو نتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع اشنو بغيت نقصد وشنو المغزى منه. اذا في حال ما فهمت شي اخت ولا اخ يكتب لي في التعليق لتحت يعني اشنو ما فهمش ولا فهم ولا ما فهمش، باش في الحلقه الثالثه ان شاء الله باذن الله نعاود نشرح داك لو بوان اللي ما ديك النقطه اللي ما فهمتوش ان شاء الله باذن الله. اذا تحيه واجلال وتقدير لجميع الاخوات اللي كيديروا اللايك والاخوان اللي كيعلقوا والتعليق ديالكم الجميل. اذا احبكم في الله، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله ديال الجزء الرابع باذن الله. واجدد الشكر والتحيه اللايك والتعليق الجميله. اذا شكرا لكم.